السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السقف ده. بص يا فنان، السقف بتاعنا بكل بساطة عبارة عن سقف فلات متقطع فيه اربع خطوط، خطين من الزاوية للزاوية مقطوعين كده، وخطين من الزاوية دي للزاوية دي برضو مقطوعين كده. الموضوع سهل وبسيط. اول حاجة هتعملها هي ان انت تاخد علام من الزاوية دي للزاوية دي، والعكس من الزاوية دي للزاوية دي، تاخد علام على شكل اكس للسقف، تطلع على السقف بتاعك تفرد المتر بتاعك وتبدأ تحط المتر على العلام بتاعك بالعرض زي كده. تبدأ تقيس بقى من اليمين ومن الشمال. هتقيس ايه؟ 30 سنتي فلات، بعديها 30 سنتي اللي هو الفراغ اللي هيتقطع. يعني قيس كده 30 سنتي بعدها 30 سنتي، دي 30 سنتي اللي هيكون فيها الشريط المقطوع، والتلاتين اللي قبلها دي منطقة فلات. نرجع العكس، تقيس 30 سنتي فلات بعدها لبرة تاني 30 سنتي للفراغ اللي هيتقطع، بحيث الخيط اللي في النص اللي ماشي يكون فيه 60 سنتي فلات، وبعد الستين سنتي 30 فراغ من اليمين و30 فراغ من الشمال، بحيث الخطين اتنين يبقوا مقطوعين كده وما بينهم منطقة فلات 60 سنتي العرض بتاعها. يجي واحد تاني يقول انا مش عاوز اسيب 60، انا عاوز اسيب 80. هقول له مفيش مشاكل، برضو بنفس الطريقة بالمتر بتاعك، وتبدأ تسيب 40 يمين و40 شمال. بعد الاربعين دي بترجع تعلم التلاتين بتاعك الاساسية اللي هي فراغ بيت الليد الداخلي. عاوز تسيب متر، كلام جميل، 50 يمين و50 شمال، يعني تقيس الخمسين وبعدها ترجع تقيس التلاتين اللي هو الفراغ اللي هيتقطع. اللي هتعمله هنا هتعمله هنا هتعمله هنا هتعمله هنا هتعمله هنا. انا بالنسبة لي انا 60 سنتي منطقة فلات، بعد كده الشريط مقطوع 30، والناحية دي الشريط مقطوع 30. ليه 30؟ لان لسه هنخش بيت الليد الداخلي. 7 و7 او 10 و10 زي ما تحب. قست المنطقة دي، تيجي تقيس المنطقة دي، 30 فلات 30 الشريط، 30 فلات 30 الشريط اللي هيتقطع. قست الزاوية دي كاملة، تقيس الزاوية دي كاملة، 30 30 بعد كده 30 التانية اللي هو الفراغ اللي هيتقطع، 30 30 كده. عملت هنا تعمل هنا، تبدأ تطلع توصل الخطوط ببعضها. انا هعملها لك بلونين عشان ارجع اوضحها لك بلون تاني مختلف، واطلع على السقف اوصل العلامات دي ببعضها عن طريق الخيط. وصلت اول 30، اوصل ال 30 التانية، ثم ال 30 اللي بعديها. علمت الزاوية دي، تعلم الزاوية دي. طيب كده أنا رسمت الرسمة بتاعتي كاملة. هجيب قلم تاني بلون مختلف وأحدد لك إيه اللي إحنا هنوصله بالظبط عشان الرسمة شكلها يبقى واضح معاك. الموضوع بدأ يكون واضح معاك. كل اللي إحنا عايزينه العلمين الاتنين اليمين والعلمين الاتنين الشمال. الخيط بتاع النص ملناش دعوة بيه خالص، مش هنشتغل عليه ولا كأنه موجود. ده كان مجرد علام عشان يحدد لنا العرض والقيمة بتاعت العلب. ده كده شكل الرسمة بتاعتنا. شريط ماشي بالطول كده، تقاطع مع ده، أقف لحد التقاطع. ده كده شكل السقف بتاعنا بكل سهولة، عبارة عن فراغ مقطوع من الزاوية للزاوية، وشريط أو فراغ تاني مقطوع من الزاوية للزاوية. أهم حاجة تاخد علام من أول الجنب لآخره، من الزاوية للزاوية ومن الزاوية للزاوية. دي النقطة الأهم، إن أنت تقيس بالمتر بتاعك بالعرض على الخيط اللي بزاوية، تقيس بالعرض زي كده، تفرد المتر بتاعك، تطلع تقيس بزاوية يمين شمال يمين شمال. انا بالنسبة لي انا عامل الفلات ده فوق في السقف عرضه 60 سنتي، بعد كده عملت الفراغ التلاتين بتاع بيت الليد الداخلي، لان لسه هخش 7 من اليمين و7 من الشمال. السقف كله هيكون كده. في حد حابب يعمل المنطقة الفلات دي كبيرة، يعني مثلا متر؟ خلاص تمام، اجعل الخيط بتاع النص اقيس 50 يمين، قست ال 50 اليمين، بعد كده قيس ال 30 الفراغ بتاعتي، وكذلك الامر العكس، قيست ال 50 اللي هي الفلات، بعد كده قيس ال 30 بتاعتي، وبرضه توصل العلامات ببعضها بكل سهوله وبدون لخبطه. الشريط ماشي كده، هيتقاطع مع ده، اقف عند التقاطعات، ما وصلش التقاطع ببعضيه.
والشريط ده ماشي كده راح متقاطع مع اللي ماشي كده، أقف عند التقاطع بحيث دي المناطق الملغية، نقط التقابل بتتمسح. تمام، اهي انا بحاول احددها لك، ايه نقط التقابل تتمسح، ما يركبش عليها زاوية، الزاوية تركب على المثلث وارجع هنا تركب كده كده كده، ماليش دعوة بالفراغات، الفراغ ده هيرجع يضيق بعد كده، سبعة يمين سبعة شمال. كل اللي ممكن انا بقول ممكن مش اكيد يلخبطك في الموضوع هو الخيط او العلام بتاع الاكس، انساه او تجنبه. بص اهو كأن الخيط بتاع النص ده مش موجود أصلا، كل اللي مطلوب منك المنطقة دي تكون فلات 60 70 متر زي ما تحب، أنا عاملها 60، بعد كده 30 بتاعتي. ليه 30؟ لأن زي ما قلت لك لسه هخش 7 يمين و7 شمال لبيت الليد الداخلي. حاجة كمان، في حاجة كمان، السقف ينتهي فين؟ ما أنا زي ما قلت لك لو وصلت الشريط لنهاية السقف كده هقطع السقف عن بعضيه. يعني ايه اقطع السقف عن بعضيه؟ هعزل المناطق دي عن بعضها، يعني دي منطقة فلات ودي منطقة فلات وهنا مثلا منطقة فلات، لو وصلت التقطيع للنهاية هعزل المناطق دي عن بعضيها. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اجي قبل النهاية واقف، لان انا لو عزلت المناطق الفلات دي عن بعضها طب ما هي عايزة تنور ليد، عشان تنور ليد هضطر اكسر في السقف وانقل لها كهربا. لا، طب ما انا اعمل نهاية للشريط او للفراغ ما يوصلش للحيطة، اعمل نهاية بحيث خرطوم الكهربا يخش من ورا. فاعمل ايه؟ انهي بشطر. طب انهيهم بشطر ازاي؟ هقولك، تيجي عند الخيط ده الاخير خالص اللي هو ده والخيط الاخير خالص اللي هناك، تمام، وتبدأ تقيس بالمتر بتاعك. انا ممكن اسيب مثلا 15 سنتي واجي على الخيط اللي هناك خالص وبرضه اسيب 15 سنتي وابدأ ان انا اجيب مسطرة او خيط علام او اي حاجة واظبطها على العلامين الاتنين دول وابدأ ان انا انهي الشريط بتاعي في المكان ده بحيث ما يرجعش على الحيطة اكتر من كده. زي ما قلت لك بتخلي الشريط بتنهيه قبل النهاية بشوية، زي ما انت عايز 15 سنتي 20 سنتي مش مشكلة زي ما تحب، لان كده كده هتقفل فلات وهتطلع تعلم نفس العلامات تاني وترجع تاني تقيس ال 15 بتاعتك وتزود قيمة بيت الليد 7 سنتي 10 سنتي زي ما تحب وتنهي السقف من على الخيط الاخير ومن على الخيط الاخير وتوصلهم عشان يجوا في اتجاه شطر. النهاية والبداية زي بعض، يديك السقف زي بعض. لو حبيت تعمل السقف ده وفكرت ان انت تقيسه على العدل او على الطول هيديك مش مظبوط، لازم تقيس على شطر. السقف بشطر لازم تقيس بشطر. اقيس بشطر ازاي؟ يعني خدت العلام من الزاوية للزاوية ومن الزاوية للزاوية، ابدأ اجيب المتر بتاعي احطه بالعرض كده وابدأ اخد بشطر يمين وشمال بحيث يديك في النهاية ان دي فراغات. وفي النهاية يكون هو ده شكل السقف، عبارة عن سقف فلات متقطع منه اربع شرايط، اتنين طول واتنين بالعرض، بس طبعا مش هيكون 30، هيكون مثلا 10 سنتي او حاجة. نرجع نكمل على الطبيعة. كده كده احنا اتفقنا ان الفراغ بتاع بيت الليد الداخلي 30 سنتي، ما قلش عن كده لان لسه هبرز قيمة بيت الليد من اليمين ومن الشمال 7 و7 او 10 و10 زي ما تحب. الفراغ بتاعي بيبقى 30 سنتي من الداخل لان بعد كده هيضيق هيبقى 10 سنتي. خطين اتنين طالعين كده وخطين اتنين طالعين كده من الزاوية للزاوية ومن الزاوية للزاوية. شدنا الخيط، اول حاجة هنعملها خيط عدل من الزاوية للزاوية. عملنا الزاوية دي بنعمل الزاوية دي، تبدأ تقيس من الخيط ده 30 سنتي يمين و 30 سنتي شمال، يعني تقيس 30 سنتي بعد كده ال 30 اللي هو الفراغ بتاعك، يعني احنا عاوزين نسيب في النص منطقة فلات عرضها 60 سنتي، تمام؟ فبنسيب 30 وبعد كده اعمل ال 30 التانية اللي هي ايه؟ الفراغ بتاعي. ونفس الكلام هنعمله الجنب ده، اسيب 30 سنتي فراغ بعد كده ال 30 سنتي اللي هو ايه؟ الفراغ اللي هيكون مقطوع من السقف الفلات. همسح الخطوط او العلامات الزيادة عشان الرسمة توضح معاك. اول حاجة مسحتها هو الخيط اللي كنا واخدينه في النص على الزاوية عشان انت ما تتلخبطش.
مسحت العلام اللي كان من الزاوية دي للزاوية دي، امسح العلام اللي كان من الزاوية دي للزاوية دي. طبعا الرسمة دلوقتي مش واضحة معاك، فانا هوضحها لك. فانا هجيب القلم الالوان التقيل وهوصلها لك عشان تكون واضحة معاك. بس في حاجة عايزين نعملها الاول، وهي اننا نعمل نهاية للخطوط دي او للتقطيع ده، عشان ما نرجعش بالتقطيع على الحيطة. عشان لو رجعنا بيها على الحيطة زي ما اتكلمنا، يبقى هعزل المناطق الفلات دي عن بعضها خالص. طب هي فيها ليد، هتضطر تكسر في السقف وتنقل كهربا. فعشان كده مش هنهي التقطيع لحد الحيطة، هقف قبل الحيطة بشوية، اجي عند الفراغ ده والفراغ ده، واجي عند الخيط بتاعه من عند الحيطة، وابدأ اخد 15 سنتي، واجي في الجنب التاني هنا واقيس من الحيطة واروح واخد 15 سنتي، وتكون دي النهاية بتاعت الخطوط كلها. دي النهاية، ما قدمش اكتر من كده. واجيب قطعة زاوية او مسطرة او اي حاجة واظبطها على العلام من هنا ومن هنا، واللي انا عملته الجنب ده اعمله الجنب ده. هنبدأ ان احنا نوصل العلامات دي بالقلم التقيل عشان توضح معاك في الصورة. وكده انا علمت السقف بتاعي كله ومسحت نقط التقابل زي ما قلت لك قبل كده. انا عملتها بلونين اتنين عشان تاخد بالك من المناطق اللي انا محتاجه امسحها، اللي هي نقط التقابل. يعني مثلا الشريط ده ماشي كده، وقبله شريط تاني بالعرض، نقط التقابل الاربعه دول بيتمسحوا. ودلوقتي هنبدا مرحله ان احنا نركب الزاويه بتاعه السقف. الخطوة الجاية هي اننا نركب الميزان. اختار اي مكان يعجبك في السقف وابدأ ركب فيه الميزان، تمام؟ اي مكان عليه ضوء تقطعه.
تقطعه يديك ضوء على الجنب اللي بعده. كده احنا ركبنا كل الزاوية اللي تحت شرايح الجبس. الخطوة الجاية هي اننا نركب شبكة الحديد من الاوميج والسيهات في الاماكن الواسعة، يعني مكان زي كده ياخد، مكان زي كده ياخد، مكان زي ده ياخد، مكان زي ده ياخد، ده ياخد، ده ياخد. المناطق اللي هتيجي فلات وكبيرة بيركب لها شبكة من الاوميج والسيهات. خلاص ما يبغى ك
كده يا شباب احنا قفلنا السقف بتاعنا فلات خالص. الخطوة الجاية هي اننا نرجع نرسم نفس الرسمة تاني، بس هنخش القيمة بتاعت بيت الليد من اليمين ومن الشمال اللي هي 7 و7 او 10 و10 زي ما تحب. بس اول حاجة هنعملها هنعلم العلام بتاع الزاوية اللي هو من الزاوية للزاوية من الزاوية للزاوية ونبدأ نقيس عليه. طيب الاول كنا قايسين 30 فلات وبعدين ال 30 الفراغ بتاعنا، تمام؟ هنحددها عادي. ال 30 سنتي اللي هي الفراغ بتاعنا هنخش 7 سنتي يمين و7 سنتي شمال او 10 و10 اللي هي قيمه بيت الليد. نفس اللي عملناه في الجنب ده هنعمله في الجنب ده، ونروح نعمله في الزاويه دي، ونعمل الزاويه دي والزاويه الرابعه دي، وتبدا ان انت توصل العلامات ببعضها. هتمسك على ايه؟ على العلامات الداخليه اللي احنا اخدناها للداخل، اللي احنا قلناها للداخل بتاعت بيت الليد من الداخل. كده احنا عملنا كل العلامات اللي احنا هنقطعها، تمام؟ بعد كده هنزود بقى قيمة الليد اللي هي 7 او 10 زي ما تحب، وتجيب قطعة مسطرة او زاوية وتظبطها على العلام من هنا ومن هنا عشان تنهي الفراغين الاتنين، تنهيهم بشطر واحد او على علام واحد. هوصل كل العلامات بالقلم التقيل عشان الرسمة توضح معاك. وكده يبقى خلصنا السقف بتاعنا. الخطوة الجاية هي اننا نحط الشاش للفواصل ونبدأ معجون.
وده كده شكل السقف بعد ما خلص. ولو عجبك الفيديو ياريت تشترك في القناة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.